الله والذي كان بحضور نقابة المحامين ومجلس نقابة المحامين ومجموعة من النقباء المهنية للنقابات المهنية في فلسطين ومجموعة من مؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات الحقوقية والاتحادات والغرف التجارية وكل من حضر هذا الاجتماع. فقد تمخض هذا الاجتماع عن صدور بيان مشترك، وأنني أترك تلاوة هذا البيان المشترك لأخي وصديقي عضوفة الدكتور شوقي صفحة نقيب الأطباء. الكراسي بتهرب منيح انها بتهرب، بضل شكرا حد قاعد عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني نرحب بالسلطة الرابعة اللي أنا بقول ليست الرابعة وإنما الأولى، لأنه الإعلام مهم جدا. فأهلا وسهلا بكم جميعا كإعلاميين وإعلاميات سواء محليين أو دوليين. البيان الختامي لاجتماع نقابة المحامين الموسع مع الفعاليات النقابية والأهلية والوطنية. تداعت القوى والأحزاب والنقابات ومؤسسات العمل الأهلي والشخصيات العامة والعديد من أعضاء الهيئة العامة لاجتماع موسع في مقام نقابة المحامين الفلسطينيين يوم الثلاثاء بتاريخ 19/7/2022 تلبية لدعوة مجلس النقابة وانطلاقا من إيمانه الراسخ بالشراكة الأصيلة في بحث تداعيات القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ عن منظومة الحقوق واستقلال القضاء والسلم الأهلي وتوسيع الخطوات التصعيدية اللازمة في مواجهتها حفاظا على المبادئ والقيم الدستورية. رحب عضوفة نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة بالفعاليات النقابية والأهلية والوطنية مثمنين مشاركتهم في الاجتماع الموسع واستعدادهم التام للانخراط في الفعاليات التي أعلن عنها المجلس وما زالت مستمرة حتى تحقيق أهدافها. استعرض عضوفة نقيب المحامين وأعضاء من المجلس الأسباب الجوهرية التي أدت إلى التدهور والنزيف المستمر الحاصل في القضاء ومنظومة العدالة وفشل جهود الإصلاح على مر السنوات الماضية ورزمة القوانين الماسة بالشأن القضائي التي أدت لانتهاك استقلال القضاء من الداخل عبر الإدارة القضائية ومس بشكل خطير بالحقوق والحريات العامة وإلى فقدان ثقة المواطن الفلسطيني بدور القضاء في حماية حقوق الإنسان. بحث عضوفة النقيب وأعضاء مجلس النقابة خلال الاجتماع مخاطر القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وتأثيرها على الحقوق الطبيعية والدستورية للمواطنين والسلم الأهلي ومرتكزات الحكم الصالح والتي استدعت قيام مجلس النقابة بواجبه ومسؤولياته القانونية والوطنية والأخلاقية ببرنامج الفعاليات الاحتجاجية المستمرة للمطالبة بوقف تنفيذها وإلغاء آثارها القانونية وأبرزها انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة اللصيقة بكل إنسان وحرمان المواطنين من حقهم أمام قاضيهم الطبيعي على وجه السرعة والمساس بمبدأ التقاضي على درجتين وعلى نية المحاكمة التي يقوم عليها نظامنا القضائي والإخلال بحق الدفاع بإناطة مسؤولية إحضار الشهود بالمتهم وهو واجب المكلفين بإنفاذ القوانين والمساس بالقوة التنفيذية للإسناد التنفيذية والإخلال بإجراءات التبليغ وغيرها من المخالفات الجسيمة التي اعترت تلك التشريعات الاستثنائية التي صيغت بغرف مغلقة ولم تخضع لنقاش مجتمعي وانتهكت مبادئ الشفافية والحوكمة. وضع عضوفة نقيب المحامين الفعاليات النقابية والأهلية والوطنية في صورة اجتماع المجلس التنسيق الأعلى لقضاء العدالة الذي جرى بتاريخ 17/7/2022
وتمت الدعوة بناء على تعليمات السيد الرئيس، وشدد على أن فشل جلسة الحوار يرجع إلى غياب الإرادة في تنفيذ المطالب المعلنة لنقابة المحامين التي تمثل الهيئة العامة لجموع المحامين والفعاليات النقابية والأهلية والوطنية الحريصة على تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بالقضاء ومنظومة العدالة واحترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات، عبر محاولة الالتفاف عليها وتجزئتها وإفراغها من مضمونها. وحمل عطوفة النقيب المجلس التنسيقي مسؤولية فشل الحوار الذي لا يستقيم إلا على قاعدة احترام الحقوق ومبدأ سيادة القانون. وأكدت الفاعليات النقابية والأهلية والوطنية دعمها للخطوات الاحتجاجية المشروعة التي تقودها نقابة المحامين واستعدادها الكامل للانخراط فيها وتوسيعها في مختلف محافظات الوطن. وأكد الحضور على ضرورة توحيد كافة الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة باعتبارها أرضية صالحة لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأساس لاحترام الإرادة الشعبية وإنهاء الانقسام الفلسطيني الأسود. وخرج الاجتماع الموسع بالتوصيات التالية: 1. تشكيل لجنة إسناد من ممثلين عن نقابة المحامين والفعاليات النقابية والأهلية والوطنية والقطاع الخاص بقيادة المحافظات والقطاعات المجتمعية. 2. رفض أي محاولة للالتفاف على المطالب الواضحة والمشروعة بقيادة مجلس نقابة المحامين في سطر طلعش. بقيادة مجلس نقابة المحامين يهدف أو بهدف دعم وإسناد وتوسيع الخطوات الاحتجاجية المشروعة لنقابة المحامين في مختلف المحافظات والقطاعات المجتمعية. 2. رفض أي محاولة للالتفاف على المطالب الواضحة والمشروعة التي أعلنتها نقابة المحامين أو تجزئتها أو إفراغها من مضمونها كونها وحدة واحدة لا تتجزأ وتهدف إلى حماية الحقوق الدستورية التي لا تتجزأ وتوحيد وحشد الجهود لأجل تنفيذها كاملة. 3. الترحيب بالبيان الصادر عن مجموعة من المزاولين إلى سجل المحامين غير المزاولين إلى حين وقف التشريعات الاستثنائية التي أطاحت بالحقوق والقضاء. 5. ضرورة مراجعة كافة التشريعات الاستثنائية التي صدرت في الشأن القضائي احتراما للمبادئ والقيم الدستورية، والعمل على خطة وطنية بجدول زمني محدد لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة باعتباره حق للمجتمع وقيمة وطنية. 6.